اهلا بكل متابعيني واهلا بكل الناس الجديده اللي لسه لاول مره بتشوفني. معاك دعاء من قناه ايزي كرافت. اللي لسه لاول مره بيشوفني انا دعاء، بقدم لكم اشغال يدويه في قناتي قناه ايزي كرافت. اشغال يدويه سهله جدا، ممكن تنفذوها في البيت بنفسكم بخامات متوفره وبسيطه، وكمان بعمل لكم اعاده تدوير لحاجات في البيت احنا ممكن نستغلها. فلو مش مشتركين في القناه وحابين تنضموا لاسره ايزي كرافت، فاضغطوا على زر الاشتراك اللي تحت الفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان تقدروا تحصلوا على الاشعارات ويوصلكم كل جديد انا بعمله. يلا بينا نشوف النهارده الفكره بتاعتنا هنعمل ايه. النهارده هعمل معاكم فكره حلوه جدا. زي ما انتم شايفين كتير مننا بيبقى عنده ازايز كولا او ازايز بيبسي بتبقى فاضيه عنده، للناس اللي بتشرب الحاجات دي كتير برضو بتبقى متوفره عندهم في البيت وممكن بيرموها، وفي ناس بتحتفظ بيها وبرضو في الاخر بترميها. بس فالنهارده انا جمعت ازايز الكولا عشان اعمل بيها فكره ان شاء الله هتعجبكم. هنغير بيها ديكور البيت بشكل حلو ولطيف. فانا هستخدم النهارده ازايز الكولا عشان هعمل بيها كرسي للاطفال يقدروا يقعدوا عليه. النهارده استخدمت الازايز الصغيره. تستخدموا الازايز اللي هي الصغيره او الكبيره، طبعا الصغيره هيبقى كرسي للاطفال، لكن لو استخدمتوا الازايز اللي هي الكبيره او اللي هي الحجم الكبير هتبقى طبعا افضل كتير. بس حاليا هي دي المتوفره عندي، وحبيت انقل لكم الفكره عشان تستفادوا منها وتقدروا تعملوا منها حاجه جديده في البيت عندكم. فيلا بينا نبدا ونشوف الادوات اللي هنستخدمها. ادوات سهله جدا وبسيطه، مش هتكلفكم اي حاجه عشان نعمل بيها الكرسي ده. زي ما انتم شايفين المكون الاساسي اللي هيبقى عندنا وهنستخدمه هي ازايز الكولا. طبعا في منها الاحجام زي ما انتم عارفين، الحجم الكبير طبعا بيبقى افضل، بس حاليا هو ده المتوفر عندي الحجم اللي هو الصغير. كمان هنستخدم كرتون عادي بس يكون كرتون ناشف شويه، وكمان هستخدم مقص، وعندي هنا اسفنج زي ما انتم شايفين شرايط بالشكل ده. كمان هستخدم قماش، القماش ده كان قماش تنجيد متبقي عندي من الانتريه بتاعي، فده هستخدمه. ممكن تستخدموا اي قماش متوفر عندكم. كمان هستخدم لزق السولوتيب، وهستخدم قلم للتحديد. هي دي بس المكونات اللي هستخدمها. ولو في حاجه برضو استخدمتها تاني هوريها لكم في الفيديو. بس ان شاء الله تقريبا هي دي المكونات الاساسيه. فيلا بينا نبدا الطريقه ونشوف هنعملها ازاي. اول خطوه هجيب اول 3 ازايز، انا معايا حوالي 12 ازازه، هجيب اول 3 ازايز كده وهجمعهم مع بعض بلزق السولوتيب، هلزقهم مع بعض بالشكل ده. انا هلزق اول 2 وبعدين هلزق الثالثه معاهم. بعد كده هنركن دول على جنب، هنبتدي نلزق ازازتين ازازتين، كل ازازتين هنلزقهم كده مع بعض باللزق. كده كل اللي انا عملته ان انا لزقت اول 3 ازايز مع بعض، وبعدين لزقت كل ازازتين مع بعض. اتبقت معايا ازازة واحدة، دي هبتدي اثبتها على الثلاث ازايز، وهبتدي اثبت برضو كل ازازتين بالشكل ده عشان يديني شكل دائري، يعني هنا 2 وهنا 2 وهنا 2. تابعوني في الفيديو عشان تشوفوا الطريقة ازاي.
كده زي ما انتوا شايفين احنا لزقنا الازايز كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هنبتدي نلف عليها السلوتيب كلها. بقت معانا الازايز بالشكل ده كلها مثبته في بعضها اهو زي ما انتوا شايفين، اديتنا شكل دائري. الخطوه بعد كده اللي احنا هنجيب الاسفنج وهنبتدي نحوط بيه الكرسي بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين اهو هحاول ازقه بالسلوتيب، مش عارفه هيلزق ولا لا بس هحاول. زي ما انتوا شايفين احنا كده خلصنا اصعب جزء في الكرسي، غلفنا الازايز مع بعضها وبعدين غلفنا الازايز من بره بالاسفنج زي ما انتوا شايفين ولزقناها بالسلوتيب. لزقتها من هنا ومن النص ومن الطرف كمان عشان تثبت كويس معايا. ده شكلها اهو. دلوقتي هبتدي اجيب الكرتون عشان خاطر ارسم دايره اللي هي القاعده بتاعت يعني هرسم دايره من تحت كده، هحط الكرتون من تحت وهبتدي احدد بالقلم. الشكل اللي انا هقصه نحاول نخليه دائري. اهو لو باين معاكم احنا قصينا كده شكل دائري. ده هقص منه قطعتين عشان اعملهم دعامة يبقوا الكرسي من فوق، او ممكن ثلاث قطع كمان يعني على حسب ما هشوف وهقول لكم. هقص منه ثلاث قطع وبعدين هزقهم مع بعض بمسدس الشمع او بالغيرة زي ما انتوا تحبوا عشان يبقوا الحتة اللي هي تبقى دعامة من فوق كده للكرسي. فهعملها وهرجع لكم. كده انا قصيت الثلاث قطع اهو، قصيتهم ثلاث قطع عشان برضو يبقى اقوى. لو متوفر عندكم خشب برضو هيبقى احسن كتير. دي هتتحط على الكرسي من فوق كده بس عشان ندعم الكرسي اكتر. قصيت قطعة كرتون كده وعملتها بشكل دائري وهحطها من هنا كده، هدخلها ما بين الاسفنج والازايز بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. اهو بالشكل ده كده. دلوقتي هوريكم الفينش الاخير للكرسي بتاعنا، هوريكم ازاي هغلفه بالقماش وهوريكم ازاي برضو هعمله دعامة من فوق زي كده بحيث انه يبقى مريح برضو في لما نيجي نقعد عليه او الطفل يجي يقعد عليه. كده زي ما وريتكم احنا قصينا التلات دوائر اهو، هبتدي الزقهم بمسدس الشمع. ممكن تستخدموا الغيره برضو زي ما قلت لكم لو مش متوفر عندكم مسدس الشمع. كده سبته معانا بالشكل ده وشكلهم قوي جدا. هبتدي اقص الزيادات اللي هي عندي دي. كده بقت معانا مدوره بالشكل ده. هجيب قطعه من القماش قصتها على شكل مربع هقلبها على الظهر كده واحط عليها اللي هي
الدايره اللي احنا عملناها، فهبتدي الزقها كده. شايفين اهي من ورا بقى شكلها عامل ازاي؟ نلزق اخر قطعه. بقيت معايا بالشكل ده اهو. كده انا طليت الاطراف بتاعت القماش اللي معايا ودخلت فيها الستان. اي شريط متوفر عندكم ممكن تستخدموه، ممكن كمان خيط اللي هو الخيط السميك. انا عملتها كده زي ما انتم شايفين. هوريكم الحته دي هعملها ازاي. انا دخلت خيط الستان اهو، بحطه كده وبلزق بعيد عنه عشان خاطر يبقى متحرك معايا، اعرف احركه بعد كده او اشد الخيط نفسه. فالمسدس الشمع ببتدي اثبته كده على الاطراف، منلزقش خالص الستان، يعني بنحاول نخلي اللزق ما يجيش عليه. ممكن تخيطوها برضو لو مش متوفر عندكم مسدس الشمع، بس المسدس اسهل بكتير وعمل يعني في الطريقه دي. زي ما انتم شايفين اهو، نقدر نشدها اهو، الخيط بيتحرك معايا جوه عادي ولزقناه بالشكل ده. عملت الطرف التاني اهو برضو، دي مخيطاها عشان اوريكم الفكره. ممكن تخيطوها وممكن ما تخيطوهاش، ممكن تلزقوها على طول، بس برضو زي ما قلتلكم ان الشمع اسهل بكتير في الطريقه دي. بعد كده ادي كده الاطراف بقت جاهزه معايا. خليت حته هنا من طرف ستان وهنا حته من طرف برضو، وهنا برضو حته وهنا حته، عشان خاطر يعني دي هنربطها في الاخر، هنشدها على الكرسي وبعدين هنربطها. فدلوقتي هجيب الكرسي معايا كده اهو زي ما انتم شايفين. قصيت حته مدوره برضو عشان احطها في الكرسي من فوق كده عشان تداريلي الحاجات دي اللي هي الازايز وكده. هلزقه هنا كده، وعشان برضو حاجة تانية لما اشد القماش ما يبقاش الكرسي معايا معوج بس، فانا هلزق الحتة المدورة اللي انا قصيتها دي من فوق كده بالشمع برضو. هتثبت معايا كويس جدا. وبحطها بالشكل ده، واضغط عليها ضغطة خفيفة كده عشان تلزق معايا. بعد كده هفرد القماشه اللي احنا جهزناها عشان نغلف بيها الكرسي زي ما انتم شايفين. هحط الكرسي اهو هنا كده وهبتدي الف عليه القماش كده. من تحت هبتدي اشد الخيط اللي معايا اهو زي ما انتم شايفين، لفينا القماش على الكرسي. هبتدي اشد الخيطين اللي احنا عملناهم من الطرف. هشدهم على الاخر. وهنربطهم ربطه بالشكل ده. هنقص الخيط الزياده بعدين. دلوقتي برضو هنلف بنفس الطريقه الجزء العلوي اللي فوق. نبتدي نشد كده. الحلو كمان في القماش اللي احنا عملناه ده ان احنا ممكن نفكه ونغسله لما يتوسخ او كده. تقدروا بسهوله تفكوه وتغسلوه وتركبوه تاني. بقت معانا الفتحه دي، دلوقتي هنلزقها بالشمع او ممكن تخيطوها برضو خياطه سحريه.
اللي هي الخياطة اللي مش بتبان، بس انا برضو هلزقها بالشمع عشان الشمع اسهل لي وكده. زي ما تحبوا تلزقوه باي طريقة انتوا تحبوها. فانا هتنيله تانية كده وهبتدي الزقه بالشمع. كده القماش لزق معانا كاننا مخيطينه اهو زي ما انتوا شايفين. كده الكرسي جهز معانا. طبعا هنقص الزيادات دي. دلوقتي عايزه اوريكم انا عملت ايه في اللي هي الجزء العلوي بتاع الكرسي زي ما انتوا شايفين. لو ناويين تشيلوا الكسوه دي وتغسلوها في يوم من الايام، ما تقطعوش الزيادات بتاعه الخيط لانها هتحتاجوها عشان ما تبصش معاكم وكده. فاحنا ممكن نداريها كده تحت القماش بالشكل ده. الكرسي اللي هو القاعده بتاعه الكرسي من فوق الجزء العلوي عملته بالشكل ده. غرزته بابره تخينه بالخيط عشان يعمل لي شكل غرز كده زي ما انتوا شايفين، وربطتها من ورا كده زي ما انتوا شايفين معايا. وبعدين حطيت عليها الاستراس اللي هو ده. ممكن تحطوا اي خرز متوفر عندكم بالشكل ده، بس اللي هو ما يضايقش يعني في لو حد قاعد عليه وكده يبقى شكله حلو بالشكل ده زي انتو. ممكن نلزقه على الكرسي وممكن نلزقوش، نخليه كده متحرك زي ما انتو شايفين اهو. ده كان شكله اهو بعد ما خلصته زي ما انتو شايفين اهو. حلو جدا وعملي وينفع للاطفال لو جم حد يزورنا الاطفال وكده وفي زحمة في المكان. شكله حلو جدا وكمان ينفع للكبار كمان مش للصغيرين بس. يا رب الفكرة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي تحت في التعليقات وتضغطوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو مش مشتركين وحابين تتابعوا كل جديد انا بعمله. واشوفكم في الفيديو الجاي والسلام عليكم.